السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، معكم المعلم زهير. كنتمنى من الله تكونوا بألف خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامل الصحة وتكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله كما كتشاهدوا أمامكم في الصورة ديال الفيديو، كما عودناكم دائما الجديد مع المعلم زهير، موديل لون في لون كما كتشوفوا، خدمة خفيفة يعني شي حاجة راقية ومميزة وجديدة. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجيها انا وياكم، فكرة خاصة بيا ان شاء الله. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كنحتاجوا الخدمة ديالنا الحرير ديال القصبة كما كتشوفوا على 4 ديال الشعرات، كنبرموه بريم خفيف على 2 ديال الشعرات كما كنخدمو دائما الراندا ديالنا. كنحتاجو كذلك الإبر النمرة 7 اللي كنخدمو بهم الراندا رقيقة على 2 شعرات. غادي نحتاجو المقص باش نفينيو الخدمة ديالنا، وغادي نحتاجو كذلك السنتيم يعني باش نعبرو يعني الطروفة ديال الزواقة ديالنا. كما كتشوفوا هذه هي الهبطة ديال البياسة ديالنا، من بعد ما كنخليو الفتحة ديال العنق هنايا للإشارة. تبعوا معايا الفيديو من البداية للنهاية لأننا غادي نخدمو الهبطة ديال البياسة، وغادي نخدمو كذلك القصيم يعني ديال الفتحة ديال العنق مع القب. يعني غندير أنا وياكم الدريس يعني جديد اللي غادي يوالم ويناسب هاد الخدمة ويجي متناسق معها. وكذلك غادي نناقشو ان شاء الله الثمن يعني ديال هاد العمل باش كلشي يعني يستافد منه ويبقى عندكم حتى شي اشكال، وتا الخدمة يعني تاخد حقها اللي تستاهلو. دابا غادي نبداو الخدمة ديالنا بسم الله على بركة الله. كما كتشوفوا انا خدمت هنايا هاد الحصيرة في البداية، يعني خدمت 2 ديال السنتيم يعني ديال الحصيرة. دابا غادي نبداو الزواقة ديالنا. كما كتشوفوا انا درت دابا هنايا الدقة ديال التوب، غادي ننقز هنا هاد العوينة الاولى وغادي ناخد العوينة الثانية. شتو كذلك غادي ننقز هنا هاد العوينة وغادي ناخد العوينة الأخيرة يعني بغرزة. دابا كونت هنا كما كتشوفوا 2 عوينات. غادي ندير الدقة ديال التوب وغادي نهبط هنايا كنعمر يعني هاد العوينات، كنعوض هاد الغرز اللي نقزت هنايا. يعني في كل عوينة غادي نعمر 2 غرزات. يعني هاد الخدمة راه سبق لي درتها معكم سابقا في هاد الموديلات اللي خدمت معكم مؤخرا. بالنسبة للأخوات اللي غيشاهدوا الفيديو لأول مرة، يعني حتى هما يستافدوا معنا يعني بهاد الخدمة بهاد الطريقة. دابا غندير الدقة ديال التوب وغادي نطلع كنخدم الغرز، يعني الغرزة الأولى كما كتشوفوا هنايا الغرزة ديال الوسط ما غنخدمهاش. كذلك غنكون هنا عوينة في الوسط، غادي نخدم هنا الغرزة الأخيرة، غادي ندير الدقة ديال التوب مباشرة. يعني ما نخدمش هاد الغرزة هادي، مباشرة غناخد هاد العوينة كاملة يعني بغرزة، وغنزير هاد الغرزة كما كتشوفوا باش ما يبقاليش هنا داك الفراغ يعني كبير. وغادي نخدم كذلك في نفس المكان الغرزة الثانية كما كتشوفوا، يعني غادي نطرزو الخدمة ديالنا ديال العوينات. من بعد ما كنعمر الغرزة الثانية هنا غنجي لهاد العوينة اللي خليت هنا في الوسط
وغادي نعمرها كذلك بجوج غرز، الغرزة الأولى وغادي نعمرها بالغرزة الثانية، يعني دائما كنعوضو داك الغرزة اللي نقزنا هنا في البداية. دابا مباشرة بعد ما خدمت هنا هاد جوج غرز في هاد العوينة، انتقل لهنا لهاد العوينة كذلك غادي نطرزها بجوج غرز كما كتشوفوا، وغادي نزير يعني اول غرزة كنبقى شاد الخيط بصبعاني باش ندوبل الغرزة الثانية ويجيوني نفس العبار يعني نفس الزيار يعني بيناتهم. غادي ندير دابا هنايا الدقة ديال التوب. وبالنسبة للأخت اللي كتسولني مؤخرا على المشكل عندها ديال التفاوت ديال التوب، يعني راني ذكرت لكم المشكل يعني مناش كيجيكم، يعني كون كنتو كتبعوا غير الفيديوهات يعني وتسمعوا شنو كنقول لكم والشرح والنصائح، يعني ما تبقاش توقعوا يعني في هاد الأخطاء يعني والديفويات. دابا غنجاوب هاد الأخت وغادي نجاوب يعني الأخوات اللي غيسألوني عاوتاني مستقبلا على هاد السؤال. كما قلت لكم حنا دابا فاش كنتبتو يعني البياسة هانتوما كنثبتها هنايا يعني من الجهتين ديال الهوابط، هنا يعني بدينا الخدمة في الهوابط، هنا غيمشي عندنا الجهتين متساويين. نفس الشيء اللي درت هنا غنجي الطرف ديال الخدية وغادي نثبت يعني الطرفين ديال التوب، نفس الشيء تفاهمنا، ونجبدهم بحيث انهم يمشيو نفس العبار يعني في الخدمة. وكذلك يعني فاش نجي ندير الدقة ديال التوب من الجهتين، يعني كنقولها لكم دائما، كنقول لكم حنا عادة يدينا كنتحكمو في هاد الجهة لتحت، يعني كنبقاو دائما نجبدو مزيان هاد الجهة لتحت فاش كنجيو نديرو الغرز، هاد الجهة يعني ما كنتحكموش فيها. وشنو كنديرو؟ كنبقاو نوصلو نديرو الغرز يعني بلا ما نجبدو التوب، يعني التوب تما كيبقى كيمشي مشرب تفاهمنا، يعني جهة مجبدة وجهة كتمشي مشربة التوب يعني بين الغرز. ولهذا شتو يعني تجبدو بحال هكا التوب وعاد ديرو الدقة يعني ديالكم في التوب. كذلك لتحت واخا مجبدينهم يعني من الطرفين، ضروري اننا غاديين كنجبدو التوب من الفوق يعني ومن التحت باش نديرو الدقات ويجيونا مطلوقين ومتساويين وميجيناش الديفو في الخدمة. كنتمنى يعني تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هذه المعلومات. هانتوما فاش كنعمر يعني جوج الغرز في داك العوينة، كذلك نطرز هاد العوينة للوسط كيما درت مع هادو البداية، غادي نعاود هنا نفس الغرزة. بالنسبة للأخوات اللي غيشاهدوا هاد الخدمة أول مرة، يعني راه كانوا شافوها من قبل عند أخوات خدموها لهم يعني بعوينات، خدمة الحصيرة وبالعوينات عاديين تل الأخير، ومن بعد عاد كياخدو فتلة ويبقاو يطرزو يعني داك الفراغات. وبهذا هذه تقنية وطريقة خاصة بيا وبارطاجيتها معكم، يعني تخدمو وانتوما كترزو يعني بفتلة وحدة يعني حتى النهاية ديال الخدمة، وشتو النتيجة كيفاش كتجي الخدمة ديالنا. دابا هنايا كما كتشوفوا غادي نخدم اول غرزة باش غنكون هنا هاد العوينة ديال الوسط اللي غنسد بيها هاد الطريزة اللي طرزت، وكنحافظ دائما على نفس العبار ديال العوينات كما كتشوفوا باش ما تمشيش الخدمة وهي كتزيد يعني في العبار ديالها، ومرة تجي يعني في السامبل مجموعة، وبالنسبة لهاد الشباك تجي الخدمة يعني واسعة ومشرقة. يعني دائما حافظوا على نفس العبار. ناخد هاد العوينة غادي نطرز يعني هاد العوينات بجوج اللي خدمت سابقا،
تما كتشوفوا هنا راه ما كنخليش يعني الفراغ من بعد باش غنهز الخدمة تما بغرزة، يعني ما تجينيش هنا الأطراف كلها يعني فراغات كبيرة وتجي يعني مضيعة لي الشكل ديال الخدمة. كما كتشوفوا من بعد ما طرزت هنايا هاد العوينة كنعمر العوينة ديال الوسط في نفس الوقت وانا هابط، نفس الشيء غندير هنا غنطرز كذلك هاد العوينة لتحت يعني بجوج غراز. كما قلت لكم كنمشيو بنفس الزيار ديال هاد الطريزات باش كيمشيو نفس العبار، شتو كيعطيونا شكل جميل وانيق. دابا كما كتشوفوا غادي نكمل انا الخدمه ديالي، يعني غنخدم هاد الشبيكه يعني العبار ديال 2 سنتيم كما درت هنايا في الحصيره، ومن بعدها غادي نخدم كذلك 2 سنتيم يعني ديال الحصيره، وكذلك غنخدم 2 سنتيم ديال الشبيكه. كما كتشوفوا متتبعينا انا رجعت معكم بعد ما خدمت نفس العبار اللي شرحت لكم سابقا، وخدمت هاد يعني البليغه هنايا ديال الحبيك اللي غادي نخدمو في الرشمه ديال الترزيزه ديالنا. دابا غادي نخدم معاكم يعني هاد الحبه اللي غتجي مقابله هنايا، لان الرشمه ديالنا غادي تكون الطول ديالها يعني من العبار ديالها من هاد الطرف حتى لهاد الطرف، يعني العبار ديالها 6 سنتيم في المجموع ديال الخدمات اللي خدمنا يعني في الطول ديالها. دابا ربحا للوقت انا خدمت هاد الشي يعني باش يبان لكم يعني الخطوة الموالية اللي غادي نخدم انا وياكم، وخا سبق لي خدمتها معكم في فيديوهات سابقة ديال هاد الموديلات اللي خدمت معكم مؤخرا. بالنسبة اللي غيشوف الفيديو اول مرة تهو يفهم يعني التقنية والطريقة، غادي ناخد فتلة كما كتشوفوا جديدة، وغادي نجي هنايا لهاد الطرف فين بادين هنايا جوج عوينات، يعني دوبلو هاد الخيط قبل ما تحبكوه، شتو كندخل الابره من هنا وكنخرجها في النقطه المقابله ويكون بشكل مستقيم. ندخل الفتله ديالي كما كتشوفوا، دابا تبعوا معايا باش تفهموا بالنسبه للاخوات اللي كيشاهدوني لاول مره كنخدم معاهم يعني هاد الشكل. كما كتشوفوا كنبعد مسافه يعني بسيطه على الدقه الاولى اللي ربطت فيها السريفه ديالي، باش ما تبقاش يعني داك العوينه ديال السريفه كتلعب لي يعني في هاد الدائره اللي كندوبل ديال الخيط.
من بعد ما سالينا الزواقة ديالنا كنتقلوا بالخيط يعني في الظهر ديال الخدمة في الطوية ديال الثوب لهاد البلاصة ديال الحصيرة باش نكملو بنفس السلسلة الخدمة ديالنا. كما قلت لكم هنايا الحصيرة ديالنا معبورة يعني بالسنتيم، فيها 2 سنتيم. المهم غتاخدو النصف ديال هاد الخدمة اللي عندنا هنا، هنخرجو الفتلة كيما كتشوفو وغادي نلوي 3 اللويات على الإبرة ونرجع في نفس النقطة باش يعني نتراسي هاد المنتصف ديالي باش نخدم الزواقة كيما كتشوفو. دابا غنجي هنا في الغرزة يعني اللي في الجانب، وغادي نجي كذلك هنايا شتو لهاد الغرزة هنايا، يعني ماشي هادو اللي حدا التوب، يعني اللي فوق منهم باش ما يجينيش الطرف ديال هاد الدويدة اللي غنخدم يعني واصل للتوب. غادي نلوي يعني عدد ديال 4 اللويات او 6 اللويات يعني على الابره، وغادي نختم كما كتشوفوا يعني دويده، وغادي نرجع في نفس النقطه ونجي هنا ونخدم كذلك هنايا نفس الشيء، يعني كندور هذيك الحبه ديال الوسط يعني بدويدات من الجوانب كما كتشوفوا. كنرجع دائما تقريبا في نفس النقطة، وغادي نجي هنا يعني حتى لهذا المكان، وغادي نخدم كذلك هنا يعني حبة أخرى. يعني هذا هو القليب ديال الوردة ديالنا اللي كنشكلوه في البداية، عاد كنخدمو يعني الجوانب ديالها. هنا دابا نلوي على الإبرة، غتبقاو تلويو هاد اللويات على حسب الطول ديال يعني الدويدات اللي كديرو، يعني غيبانلكم العبار شحال شتو، دات بحال نجمة دائرية على داك الحبة ديال الطرزة اللي درت في الوسط قطر ديالها، وغادي تعطينا واحد الشكل في الأخير جميل جدا. هانتوما كنرجع يعني هنايا حدا هاد الخيط يعني اللي كنت درتو هنايا، وغادي نجي لهنا وغادي ندير نفس الشيء، يعني غنلوي الخيط من الإبرة، وهذه المرة غندير عدد يعني أكثر من اللي سبق، لأننا دابا كيما قلت لكم الوردة ديالنا ديال الدويدات غادي تجي يعني كبيرة في الحجم على الوسط ديالها. نفس الشيء غنجي عاوتاني هنا نخرج الخيط، ندور الخيط على الإبرة، ونرد يعني هاد الدويدة لبلاصتها اللي باغيها تجي يعني فيه في الجانب، ونزيرها مزيان، عاد نثبت الخيط ديالها ونرجع هنا كما كتشوفوا شتو الوردة ديالنا بدات كتبان يعني كتشكل. وغادي نرجع عاوتاني نفس النقطة باش نلوي خيط على الإبرة كما كتشوفوا، كنلويو على الطرف ديال الخيط اللي ثابت يعني ماشي متحرك
الخدمة. شتوك دائما كنجبد داك اللويات يعني وسط الخيط باش شتو باش يتزيرو. دابا غنرجع نثبت الخيط هنا ونخرج قريب داك المكان باش نجمع الوردة عاوتاني هنايا من هاد الجانب كما كتشوفو كنلوي على الإبرة. وداك اللويات كما قلتلكم كيختلف العدد على حسب الطول ديال الدويدات ديالنا. شتو هاني عقدتهم كنزيرهم مزيان. شتو دابا الشكل ديالها راه بدا كيبان. ولا شفنا الرسمه ديالنا هربطنا يعني على الوسط ديال الخدمه ديالنا كما كتشوفوا. دابا نزيد لها كذلك هنايا واحد الخيط في الاخير باش تجي مكموله يعني الوريضه ديالي. نرجع هنا لنفس المكان وغادي نلوي خيط على الإبرة. غادي ندير يعني دويدة تجي طويلة شوية لأن غادي تجمع ليا الوردة ديالي من هاد الجانب. شتو بكل بساطة بكل سهولة الزواقة ديالنا الوسط شتو خدمناها. نرجع الخيط لهنا وغادي نخرج كما كتشوفوا هنايا في جنب الوردة. بهذا الشكل من هنا مباشرة لاحظوا مزيان غنقلب يدي والاتجاه الإبرة لهاد جوج عوينات. غنهز داك الغرزة اللي بيناتهم ونرجع هنا نفس الشيء النقطة المقابلة وغادي نرجع ندوبل الخيط ديالي كما درت معاكم سابقا. هنا هذا الخيط دائما نردو البال ديال البداية باش ما يبقاش طويل ومرخوف يعني كنزيروه عاد كنزيرو الخيط المقابل ليه. صافي دابا غادي ندوبل هنايا كما كتشوفوا نخرج في نفس المكان ونبدا كنحبك الحبيك ديالي حتى النهاية كما درت معكم هنايا. انا رجعت معكم متتبعينا من بعد ما خدمت هاد الاسهم ديالي بالحبيك كما درنا انا وياكم سابقا. هذا هو الشكل النهائي ديال الزواقة ديالنا كيفاش كيجي